الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد حديثي في هذا اليوم عن آيات نزلت توثق حال أهل المدينة خصوصا حال اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان في المدينة يهود اغلبهم يعودون الى ثلاث قبائل: الى قبيلة بني قينقاع، وقبيلة بني النظير، وقبيلة بني قريضة. هذه القبائل كان لها شأن في المدينة، وكانوا قد تعاهدوا مع بعض قبائل العرب الذين يسكنون في المدينة من الاوس والخزرج. عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم المعاهدات التي كان لها اثرها في تسيير امور الحياه الا انهم نقضوا هذه العهود والمواثيق فكانت الايات تشير الى شيء من احوال هذه القبائل وتبين كيف كان حالهم قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى بعض الآيات التي وثقت تلك الأحوال والوقائع والتواريخ، منها قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآيات تتحدث على حال اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وما كانوا يفعلونه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل المدينة كانوا من قبيلتي الاوس والخزرج، وكان بينهما قتال شديد، وكانت بعض قبائل اليهود مع الاوس، وبعض قبائل اليهود مع الخزرج، كان الاوس والخزرج، وهم الانصار، بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الجاهليه يعبدون الاصنام، ووقعت بينهم حروب كثيره، وكانت يهود المدينه ثلاث قبائل. بنو قينقاع وبنو النظير وهما حلفاء قبيلة الخزرج وبنو قريظة وهم حلفاء الأوس فإذا كانت الحرب قد نشبت بينهم حينئذ يقاتل كل فريق من اليهود مع حلفائهم من أهل المدينة فينتج عن ذلك أن يقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي يهوديا آخر من الفريق الآخر وهذا محرم على اليهود في دينهم وفي كتابهم، وكان مما يفعلونه بعضهم ببعض ان يخرجوهم من بيوتهم، ويسرقون وينهبون ما فيها من الاثاث والامتعه والاموال، فاذا انتهت الحرب ووضعت اوزارها كان من شانهم ان يقوموا بفك الاسرى من الفريق المغلوب. يقولون بأنهم يعملون بحكم التوراة. ففي القتال كانوا يتركون حكم التوراة وفي فك الأسرى يعملون بالتوراة ولذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فكانت هذه الآيات تعيب عليهم ولذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان فهذا مخالفه لما في كتبهم ثم قال وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب في مفادات الأسرى وتكفرون ببعض في قتالكم لبعض وإخراجكم لبعضكم من ديارهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم بيّن جل وعلا أن المنطلق الذي يسيرون عليه في هذا هو تقديم الدنيا على الاخره، اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فينكر الله جل وعلا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه ما كانوا يعانونه من القتال مع الاوس والخزرج و ما كانوا يفعلونه من قتل بعضهم لبعضهم الاخر فإن الاوس والخزرج كانوا من عباد الاصنام وكانت بينهم الحروب الكثيره فلا ينبغي ان يكون اهل الكتاب تابعين لاولئك الذين ليس عندهم كتاب من عباد الاصنام وكون بعض القبائل حلفاء للخزرج كبني قينقاع وبني النظير وبعضهم الاخر حلفاء للاوس كبني قريضه لا يعني ان يكونوا ممن يقتل بعضهم بعضا متى نشبت بينهم المعارك بحيث يقاتل كل واحد من هؤلاء اليهود من يكون امامه من الفريق الاخر من اليهود وهذا من المحرمات عليهم في دينهم ونص كتابهم ولذلك عاب الله عز وجل ما يفعلونه من هذه الأمور في مقابل أنهم متى انتهت الحرب قاموا بفك الأسرى من الفريق الآخر بزعمهم أنهم يعملون بحكم التوراة ولذا عاب الله جل وعلا عليهم ذلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فكانت بنو اسرائيل في تعاملهم السابق يعاملون الانبياء معامله سيئه ولذا عاب الله جل وعلا في ايات سوره البقره ما كانوا يفعلونه مع الانبياء ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه وما ذاك الا لانهم يتبعون اهواءهم ورغباتهم والانبياء يامرونهم بافعال تخالف رغباتهم فلهذا كان يشق عليهم اتباع الانبياء فكذبوا انبياء الله وربما قتلوا بعضهم ولهذا قال تعالى: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومما اشار الله جل وعلا اليه ان عيسى عليه السلام وموسى قد ايدهم الله بروح القدس وروح القدس هو جبريل عليه السلام وكان اليهود يقولون للعرب بان هناك نبي قد قرب وقته وزمانه وبانه سيبعث وسيكونون معه وبالتالي سيقتلون العرب معه فأنزل الله تعالى قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى لما جاء إلى اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان مصدقا لما معهم يعني من التوراة وكانوا قبل ذلك يستفتحون على الذين كفروا اي قبل مجيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بانه سيبعث نبي وانهم سيقتلون اعداءهم من المشركين وكانوا يقولون في القتال سيبعث نبي في اخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم فمع انهم يعرفون بعثة هذا النبي الكريم الا انهم لم يؤمنوا به ولم ينقادوا لامره يقول قتاده رحمه الله تعالى وهو من التابعين عن اشياخ منهم قال فينا والله وفيهم يعني في الانصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصه وكان من شان اليهود انهم كانوا يطرحون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاسئله التي يختبرونه فيها فعلموا صدقه وعلموا ان رسالته من عند رب العزه والجلال ومع ذلك لم ينقادوا له ولم يؤمنوا به وزعموا في ذلك بعضا الأمور غير الصحيحة مما أشير إليه بعد قليل. لما بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل عليه القرآن العظيم ما كان من اليهود إلا أن كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه وقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تبشروننا ببعثة هذا النبي وكنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وكنتم تخبروننا بانه مبعوث وتخبروننا بصفاته فقال رجل منهم يقال له سلام بن مشكم من بني النظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالنبي الذي كنا نذكر لكم فانزل الله جل وعلا قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين، وكان من شأنهم ان قالوا بان الذي ينزل على هذا الرجل هو جبريل وهو عدونا من الملائكه، ولذلك لن نؤمن به ولن نؤمن بما جاء به، فأخبر الله عز وجل ان جبريل هو الذي كان ينزل على الانبياء السابقين قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين روى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن أهل العلم أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل اذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فكانت هذه الآيات قد جرت من اجل مناظره حصلت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر نبوته وروى من حديث عبد الحميد بن بهرام رحمه الله تعالى عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال حضرت عصابه من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم حدثنا عن امور نسالك عنهن لا يعلمهن الا نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما بدا لكم ولكن اجعلوا لي ذمه الله وما اخذ يعقوب على بنيه لئن حدثتكم عن شيء تعرفونه لتتبعنني على الاسلام فقالوا لك ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا. قالوا نسالك عن اربع خلال، اخبرنا اي الطعام حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. واخبرنا عن ماء الرجل وماء المراه، وكيف يكون الذكر منه والانثى. واخبرنا عن هذا النبي الامي الذي ذكر في التوراه. ومن وليه من الملائكة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لئن انا انباتكم واخبرتكم لتتبعنني فاعطوه ما شاء الله من العهود والمواثيق. فقال نشدتكم بالذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان اسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال مرضه فنذر لله لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن احب الطعام والشراب اليه، وكان احب الطعام اليه لحوم الابل، واحب الشراب اليه البانها، فقالوا اللهم نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. انشدكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى، هل تعلمون ان ماء الرجل غليظ ابيض؟ وأن ماء المرأة رقيق أصفر فأيهما على كان الولد والشبه بإذن الله عز وجل فإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا نعم قال اللهم اشهد قالوا الآن أنت فحدثنا من وليك من الملائكة لننظر هل نجامعك أو نفارقك فقال عليه السلام ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه فما كان منهم إلا أن قالوا نفارقك عند ذلك لو كان وليك غيره من الملائكه لاتبعناك وصدقناك، قال فما يمنعكم ان تصدقوني وجبريل هو الذي ياتيني بالوحي، قالوا انه عدونا، فانزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه الى ان قال لو كانوا يعلمون فعندها باءوا بغضب على غضب فكان ذلك من الأسباب التي جعلت هؤلاء القوم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقادون له ولا يسيرون على طريقته في هذه السورة العظيمة سورة البقرة ذكروا تفاصيل لكثير من الوقائع التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود الذين كانوا في المدينه. وكانت قبائل اليهود في المدينه الثلاث، اما اولاها فبنو قينقاع الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم. وكان لهم سوق عظيمه رائجه ياتيهم الناس من اجل شراء بضائعهم. وكان من الوقائع ان امراه اتت الى مكان من امكنة ومن اسواق بني قينقاع فجلست عند بائع فساومته في بعض سلعه فما كان منه الا ان قال اسفري عن وجهك لاضع عنك بعض الثمن فقالت لا افعل ذلك اطيع الله ورسوله فما كان منه الا ان تامر مع رجل اخر من اجل ان يقوم بربط طرف ثوبها براسها حتى اذا قامت انكشفت عورتها وذلك انهم لم يكونوا يلبسون الا ثوبا واحدا يستر ابدانهم فلما قامت وظهرت عورتها صاحت فكان هناك احد المسلمين فقتل اليهودي الذي فعل ذلك فقتلوا المسلم فكان هذا نقضا للعهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجلاهم ثم وقعت واقعه اخرى حصل فيها قتل احد المشركين من قبل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما وجب على النبي واصحابه ان يدفعوا الدية لاولياء هؤلاء القتلى فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى يهود بني النظير من اجل ان يطالبهم بالمساهمه معه في هذه الدية حسب الاتفاق الذي كان بينه وبينهم فبينما هو جالس تحت حصن من حصونهم قال قائلهم هذا محمد بين ايديكم فلولا قام احدكم فقذف عليه الرحى وهي حجاره كبيره فنخلص منه فجاء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فقام واستعد لهم وكان ذلك نقضا للعهد والميثاق فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حكموا فيهم عبد الله بن ابي فحكم باجلائهم من المدينه والقبيله الثالثه هي قبيله بني قريضه وكان من شأنهم ان يستمروا على العهد الى السنه الخامسه فلما جاءت السنه الخامسه وقامت قريش بجمع الاحزاب من قبائل العرب من غطفان وبكر وغيرها من القبائل لحصار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في غزوه الخندق ارسلوا مندوبا منهم الى بني قريظه من اجل ان يتفقوا معهم فنقضوا العهد واتفقوا مع قريش على قتال محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فكان هذا نقضا للعهد حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينه بضعه وعشرين يوما فارسل الله جل وعلا عليهم الريح التي فرقتهم ولم تمكنهم من البقاء كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الى المدينه ان يأمر اصحابه بأن يستعدوا للذهاب الى بني قريظه فحاصروا بني قريظه في حصنهم اياما متعدده ثم كان منهم ان نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فأتي بسعد بن معاذ وكان مريضا قد اصيب برمح في يوم الخندق او بسهم في يوم الخندق وكان بنو قريضه يظنون انه سيحكم فيهم بما يكون لصالحهم الا انه حكم بقتل مقاتلتهم وبسبي نسائهم واولادهم نتيجه نقضهم للعهد فكانت هذه عاقبتهم أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعل لها من أمرها رشدا ونوفق ولاة أمرها لكل خير ونوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لما يحب ويرضى بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين